أول حاجة الحمد لله، يعني ده توفيق من ربنا كبير. بشكر مستر كولر على الثقة دي كلها، بشكر الجهاز الفني كله على الثقة دي، ويعني إن شاء الله أكون عند حسن ظنه وأقدم حاجة كويسة بإذن الله. ده حاجة بسطتني جدا يعني، وطبعا أي فرصة هتجيلي فأكيد أنا همسك فيها بإذن الله. بإذن الله الفرصة اللي هتجيلي هكون ماسك بيها بشكل كويس، والحمد لله يعني. طبعا اللعيبة كلها بتتكلم معايا بشكل كبير جدا يعني، بيحفزوني، بيخلوني في الملعب مش قلقان من أي حاجة، بلعب لعب الطبيعي عادي، ويعني دي حاجة بشكرهم كلهم أكيد يعني. وبإذن الله نقدم حاجة كويسة الفترة الجاية بإذن الله، وتعجب الجمهور يعني. طبعا ماتش بره ملعبنا فطبيعي يبقى صعب، جماهير واجواء واجواء غير المعتاده يعني. باذن الله نحقق الفوز ونرجع بال3 بونت باذن الله يعني. الحمد لله يعني اللعيبه مداني الثقه بثقه كبيره يعني، الحمد لله. حته الجمهور، اول مره العب تحت الجمهور مثلا، اكيد هيبقى عندي الرهبه، بس الثقه اللي عندي الجهاز مدهاني باذن الله ما تخليش عندي الرهبه بتاعت الجمهور، واللعيبة طبعا في الملعب يعني هتساندني بشكل كبير من خلال كلامهم معايا. أنا شايف إن هم هيشيلوني في الملعب. أبرز التعليمات طبعا الأجواء، الأجواء تبقى غير الأجواء اللي أنت بتلعب فيها، الجو هيبقى درجة الحرارة عالية جدا، الجماهير، ضغط الجماهير، كل ده بره يعني ما تحطوش في دماغك، ركز في الملعب، ركز انك تاخد تعرف تكسب ال3 بونت ونرجع بال3 بونت ان شاء الله. هو شكل شخصي ما اتكلمش معايا، بس اللي هو وصلني اللي هو واثق فيا بشكل كبير يعني، وده اللي وصلني من خلال الفتره اللي فاتت كلها، من كمان من المؤتمر الصحفي اللي هو بتاع ماتش بوزداد، فده خلى عندي ثقه كبيره ان انا انزل ملعب ما بقاش عندي اي قلق، العب لعبي طبيعي بس كده. لكن ما كانش فيه اي جلسه شخصيه منه من مستر كورونا. طبعا جاهز يعني، فرصه قويه جدا مستنيها من زمان، وباذن الله امسك فيها وادي بشكل كويس يعني، واعجب الجمهور طبعا. طبعا حافز كبير للعيبه اللي تحت كلها، بقول لهم طبعا يعني الفرصه لما بتجيلك اعمل اللي عليك، والباقي طبعا هيبقى ربنا يعني، وما تخافش من اي حاجه يعني. بإذن الله نوعدهم بالبطولة بإذن الله، ونرجع ب3 بونت، وبإذن الله نقدم حاجة كويسة عن جمهور النادي الأهلي تليق باسم النادي الأهلي بإذن الله.